بعد الفضائح اللي فيه في الأفرنضال ديال أنه ولي عنده شي سلعة ما لقاش فيني 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 يبيعها ولا فيني اللي كيديرها، تينتظر شهر رمضان لأن كتكون لا كونسوماسيون كثيرة والناس كيكون إقبال كبير على الأسواق ونقاط البيع، وتيولوا يخرجوا يعني مواد منتهية الصلاحية. راكم لاحظتوا التمور اللي كانوا تحجزوا في مجموعة من الأقاليم، مواد ديال بعض العصائر غير خاضعة للشروط الصحية، بعض المواد كذلك ذات الأصل الحيواني اللي ما عندهاش مصدر معين واللي مضبوط واللي كتسبب مشاكل كثيرة للمستهلكين، ومجموعة من السلوكات اللي كانت اللي خاص يكون الضبط ديالها وخاصة تبع. في هذا الإطار ربما راه قلت لكم أن تحجزت واحد العدد ديال المواد الاستهلاكية الغير صالحة للاستهلاك في الفترة السابقة، الآن استمروا في هذه المنحة وبالخصوص قبل شهر رمضان الكريم وخلال الشهر الكريم، لأن راكم كتشوفوا كون عارفين كنا ولاد البلاد كتحول نقاط البيع والتسويقات والأسواق الأسبوعية والأسواق جميع الأسواق الحضرية كذلك الواحد يعني المجال يعني كبير ديال 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 البيع ديال واحد العدد ديال المواد المستهلكة سواء بمناسبة شهر رمضان أو غير شهر رمضان. فهذاك الزخم وهذاك الكثافة ديال المواد العوضة كتطلب لنا مجهود أكبر باش نضبطوا هذه المواد ونحافظوا على يعني جودة ديالها والصلاحية ديالها للاستهلاك. بالطبع الاحتكار شرط لي قبل قليل، فأحيانا تتكون السوق يعني مونا بما يكفي وكيكون الوفرة وتتكون الجودة وتيكون كل شيء، ولكن ممارسة واحدة كتأثر في هاد المعطيات المطلوبة في السوق، هي المسألة ديال الاحتكار. الحمد لله هذه السنين ما بقاش هذا المشكل كيطرح، ربما معنا بعض الاخوه الذين كيعرفوا واحد الفتره اللي كانوا كيعطيك خنجر ديال الحليب ومعاه هذا الله ولا تيقول لك هادشي ما تيعرفش لك المحل ما كاينش الحليب ديالنا هذاك صاحبه هو هذاك ما بقاش وفروا كثير. الحمد لله الحليب موجود، الزبده موجوده، الخبز موجود، كلشي موجود بلا الحمد لله فيها الخير ما كانش اشكال، ولكن خاصها تضبط باش ما يكونش تلاعبات. هو الهدف من هذا الشيء كله. هذا بالنسبة لهذا الظاهر الاحتكار والمضاربة في الأثمنة وغير ذلك. إذا الأصداف ولا اللجان ديال المراقبة هي تشتغل بصفة مستمرة على طول السنة، المطلوب الآن هو التكتيف ديالها. فكان اللجان هي لجان مركز لجان أعتقد إقليمية تدخل في المجالات الترابية ربما داخل المجال الحضري والمجال القروي، ولكن كذلك خص تعيد باللجان المحلية برئاسة السادة الرؤساء يعني الإيالات يعني القيادة أو مستوى الدوائر البشريات اللي خاصهم كذلك يتعاقبوا محليا وخاصة بالنسبة لأعداد الأسواق الأسبوعية، لأن الأسواق الأسبوعية هي يعني نقطة التزود الأساسية بالنسبة للنص ديال الساكنة ديال الإقليم هي الساكنة القروية بالنظر لنفس المعطيات اللي هما الأثمنة واللي هما سميت الجودة واللي هما مجموعة من الأمور اللي خاصها تضبط في الحرارة ديال الشهر الكريم. بون كانت إشارات ديال المنتجات الحيوانية وذلك من الأمور الأثمنة أعتقد نقول مستقرة باش ما نكونش منخفضة، شت 90 درهم شت 80 درهم أعتقد بعد السنوات اللي كانت الشيء بحال فيها كنا كنقولوا 60 درهم 65 درهم، إذا كاين هذا الإشكال، ولكن الحمد لله أن سميتو اللي كي يخفى شوية من هذه الوضعة ديال ارتفاع الأثمنة ديال اللحوم الحمراء هو أنه اللحوم البيضاء ما فايتناش 18 درهم أعتقد أو ياك الدجاج الحي 16 درهم 18 درهم، وهذاك الأخر الدجاج النبوح 16 درهم 16 درهم 18 درهم هو سي نورمال، هو لابوكس ديال اللحوم البيضاء ما مضبوطاش تطلع واحد الأقباط ديال الفلتاسيون، مي ملي كتخرج 18 درهم راه كتخرج متناول. بون السيد اللي كبر تحت تعلم الحروب القطرية الدولة دارت مجهود كبير باش عليها السيد المدير الشهران هو الرفع ديال الضرائب ديال الجمارك على الاستيراد، الشيء اللي جعل انه كميات كبيرة من هذه المادة الأساسية اللي كتدخل في الاستهلاك اليومي ديال المواطنين انها ما طلعش ارتفاع ربما هاد الجفاف في الكبير والطويل كذلك عرفته البلاد. يعني عموما هذا هو الكونستا جلوبال، اللحظه الاساسيه هو ان الحمد لله الامور يعني تحت السيطره والامور غاديه في الاتجاه الصحيح، وان شاء الله غيكون شهر كريم
بامتياز ان شاء الله، ويكون السوق بالنسبه للساكنه ممول وفي ظروف حسنه، والكل معبى ان شاء الله باش الظروف العامه ديال هذا الشهر الكريم تسوء يعني احسن احسن الشروط. تدخلات اخرى دونك اعتقد السيد رئيس القسم العشر مع الاجراءات المواكبه والمراقبه اهمها بالخصوص في اطار التفاعل مع المواطن الرقم الاخضر السيد رئيس القسم لتلقي الشكايات والتعامل معها بالجد اللازم حالة ما كانت يعني ظواهر معينه لاحظها المواطن في مواقع معينه داخل الاقليم وتنطلق على شيء التمويل او الاسعار او الجوده او ذلك تدخلات أخرى. إذا لا بك أنت شيء تدخل رمضان مبارك وشكرا جزيلا.